المحاضرة النهاردة هي load forecasting in power system. What is the meaning of load forecasting in power systems? هو التنبؤ بالأحمال. إيه تنبؤ بالأحمال؟ أنا الديسباتشر أو الأوبريتور في المحطة يهمه إنه يعرف أو يتنبأ بالأحمال مستقبليا. طبعا مهم جدا إن هو يعرف الأحمال دي ليه، على أساس إنه يقدر يحضر الباور جنريشن تو سبلاي اللودز دي. واللود فوركاستنج بينقسم يعني أنواع مختلفة، لا إما شورت تيرم، لا إما ميديوم تيرم، لا إما لونج تيرم. لو جه في الامتحان وقلت لك يا ريت تعرف لي وات ديفاين ذا فولوينج اللود فوركاستنج ان باور سيستم، هتقول والله ان اللود فوركاستنج بينقسم الى ثلاث انواع، اللي هو الشورت والميديوم واللونج. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي عن الشورت والميديوم واللونج. مرة تانية، اللود فوركاستنج is very important to calculate the energy management. بالإضافة إن أنا أقدر أشوف الوحدات اللي هي unit commitment decision، اللي هي بمعنى الوحدات اللي ممكن أشركها في الخدمة أو أطلعها من الخدمة للصيانة. بالإضافة إن هو بيساعدني إن أنا أقلل من السبيننج ريزيرف اللي ممكن يكون ساخن، وبالتالي أقل من التكاليف الكلية. كمان بيساعدني إن أنا أطلع الوحدات زي ما بنقول المينتنس أو في الريبير، الوحدات اللي بتطلع للتصليح أو للصيانة. مرة تانية، إيه الأنواع المختلفة للود فوركاستنج؟ بالنسبة للتايم فنقدر نقول انه زي ما احنا اتكلمنا قلنا انه بيتكون من شورت تيرم فوركاست، ميديوم تيرم فوركاست، لونج تيرم فوركاست. شورت تيرم فوركاست ممكن اتنبأ لساعة مستقبلية، اذا كان دلوقتي مثلا الساعة 12 ممكن اتنبأ لساعة 1. طبعا ممكن اتنبأ من ساعة اهيد الى اسبوع مستقبلي. اما الميديوم تيرم فهو ممكن اتنبأ لشهر، شهر القادم اهيد، يعني 1 مانث اهيد لغاية 1 يير. اما اللونج تيرم لود فوركاستنج فمور ذان 1 يير. ده طبعا الاستخدامات للشورت والميديوم واللونج هنشوفها في السلايد اللي بعد كده. بنلاقي ان شورت تيرم لود فوركاستنج بيفيدني ان انا زي ما احنا قلنا ازاي نشرك الوحدات المختلفه في تغذيه الاحمال، بالاضافه ان انا بيفيدني في المينتننس اللي هو الصيانه، وبيفيدني كمان في السويننج ريزيرف ازاي احضر الريزيرف او القدره لتغذيه الزياده المتوقعه الغير متوقعه بالنسبه للاحمال. اما الميديوم لود فوركاستنج فبيفيدني مره تانيه ك مينتننس في البلاننج، تخطيط، نعمل جدول مستقبلي لصيانه هذه الوحدات. بالاضافه ان انا اللود سويتشنج اوبريشن، عمليه فصل وتوصيل الاحمال. اما اللونج تيرم لود فوركاستنج فبنستخدمها او بيستخدم اللي هو التنبؤ لسنة مستقبلية أو عدة سنوات مستقبلية، إن أنا أشتري أقدر أجهز أو من خلال الشراء وحدات جديدة، ممكن أنشئ ترانسميشن لاين جديد، ممكن أشتري محولات جديدة. وبالتالي كان لازم تكون خطة الأحمال المستقبلية لسنوات متعددة في المستقبل قدام الأوبريتور، عشان يقدر يحط خطة متكاملة بالنسبة لزيادة، عشان يواجه زيادة الأحمال باستخدام وحدات وخطوط ومحولات جديدة. عشان أحصل على
more accurate load forecasting in power system لازم تاخد في اعتبارك تأثير الوذر التايم فاكتورز والكاستمر كالوسز اللي هو هنشوفها بالتفصيل كل ايتم من دول. بالنسبة للوذر انفلونس اللي هو تأثير الوذر كدراي، هل الجو بعد ساعة او بعد ساعتين او لغاية 24 ساعة درجة الحرارة شكلها ايه، هل هو جو جاف ولا مبلل، هل نسبة الرطوبة، سرعة الرياح، هل السماء مغيمة او ممتلئة بالغيوم، هل هو الشمس هتبقى ساطعة ودرجة حرارة الشمس هتبقى شكلها ايه، عشان من خلالها احسب الاحمال المختلفة بالنسبة لتأثير الوذر. بالنسبة للتايم فاكتورز هو بيقصد اليوم اللي في الاسبوع، هل هو one day the end of the week يعني يوم نهاية الاسبوع، او يوم نقدر نقول يوم جمعة، بيختلف عن الورك داي اليوم شغل. وانا بتنبأ برضك اشوف الساعة في اليوم، هل هي في الصباح ولا الظهر ولا المساء، طبعا بيختلف الاحمال من ساعة الى اخرى. هل هو يوم هوليداي يعني يوم اجازة 23 يوليو، ده شم النسيم، ده اجازة رسمية، ممكن الاحمال تبقى مخففة على اساس ان مفيش كليات، مفيش مدارس، مفيش اعمال تجارية، ممكن تكون اليوم ده one day off. برضك تصنيف الكاستمر ممكن يكون، هل هو الاحمال اللي احنا بنغذيها دي احمال صناعية ولا احمال سكنية اللي هي industrial loads ولا residential load الاحمال السكنية، ولا commercial load دي احمال تجارية. احنا خدنا طبعا اكيد مع الدكتورة هبة اكيد عرفت الكالستيفيكيشن بتاعة الاحمال المختلفة ان كان industrial ولا residential ولا commercial load. لو بصينا للشورت تيرم لود فوركاستنج نقدر نقول ان هو سمشن للود اللي احنا مثلا بنتنبأ بيه لساعة مستقبلية او 4 ساعات مستقبلية او 24 ساعة مستقبلية، بنحسب قيمة اللود، بنشوف قيمة الوذر، بنشوف هل السبيشال ايفنتس بالنسبة للاحمال، هل هو يعني حمل بالصباح حمل في المساء، او هو يكون اصلا احنا بتنبأ بيه ليوم داي داي هولي داي ولا the end of the week or the class work. بالاضافة لراندوم تيرم بجمعه عليهم، يعني نقدر نقول ان total load هو عبارة عن LB plus L weather بلس ال نقدر نقول عليه الايفنت او سبيشال ايفنت بلس راندوم تيرم. نرجع نقول تاني ايه الطرق بقى المختلفه لحساب اللونج تيرم. احنا اتكلمنا على الشورت تيرم لود فوركاستنج وعرفنا انه سمشن لسام بارامترز، اما في اللونج تيرم لود فوركاستنج ففي طرق ممكن نقول عليها تريند اناليسيس او الاند يوز موديل او الايكونومكس موديلنج. بالاضافه للارتفيشال انتليجنس بعض الطرق الحديثه اللي معتمده على الذكاء الاصطناعي ممكن استخدمها كطرق في حساب اللونج تيرم لود فوركاست. هنستعرض دلوقتي على الطريقتين اللي هي تريند اناليسيس وهناخد عليها مثال، والاند يوز موديلنج لو في فرصه او في وقت في الترم من الفصل الدراسي الثاني ان احنا نقدر ناخد الاند يوز موديلنج هناخده، اما اذا كان الوقت مش هيسعفنا فانا هنكتفي بترند اناليسيس على اساس انك انت يفيدك انك انت تتنبأ لو انت تعينت في اي محطة كهرباء او محطة مركز تحكم
ازاي نحسب او نتنبأ بالاحمال المستقبلية من نقدر نقول من شهر لغاية سنة مستقبلية او عدة سنوات. لو بصينا لترند اناليسيس، هو عبارة عن بعمل ريكورد لاستهلاك الكاستمر او الاستهلاك الريزيدنشال، ونشوف هل بالإضافة طبعا للتنبؤ أتنبأ بالأحمال اللي هي المستقبلية بالنسبة للصناعة والأحمال التجارية، بحيث إن أنا عند سنة معينة أخد، طبعا دي معتمدة على البريفيوس هيستوري الخاصة بالأحمال. أشوف مثلا على سبيل المثال سنة 2000، سنة 2000 كان الحملة قد إيه؟ أخد نقطة. بعد كده 2001 الحمل كانت دي ايه؟ الحمل اللي هو 2003 مثلا، 2006، 2010، 2012، اللي هو بنسميها البريفيوس هيستوري اجينست اللود، وبالتالي اقدر ارسم منها كيرف. الكيرف ده عشان اشوف سنة 2000 مثلا و22، امد الكيرف لفوق، عشان كده بيسموها تريند اناليسيس. الديس ادفانتج بتاع الطريقه ديت ان هو ما بيبقاش مور اكوريت، وبالاضافه ان انا ما بقدرش احلل اشوف الريزيدنشال بتاعي كان الاحمال بتاعه السكان قد ايه لوحديها، الاحمال الصناعيه كان قد ايه لوحديها، وهكذا. فطبعا لها ادفانتج ان هو سيمبل وكويك، سريع، وما بيعتمدش على فاكتورز كتير. هناخد ان شاء الله مثال على الترند اناليسيس دلوقتي، ونشوفه ككيرف او نحوله من الكيرف اللاين، ونقدر نحسب على اساسه الاحمال المستقبليه في سنوات عديده. اما الاند يوز موديل، ده بيصنف للاحمال، هل هي احمال ريزيدنشال، هل هي احمال او يعني احمال منزليه، أحمال تجارية، أحمال صناعية، وجمعها. طبعا معتمد على إن أنا لابد إن أنا أتصل بالأحمال الصناعية في المنطقة اللي أنت عايز تتنبأ فيها، وتشوف هل هو في اكستنشن، في امتداد بالنسبة للماكينات الموجودة في هذه المصانع، هل هيبقى في تكبير لهذه المصانع. العيوب بتاعت الطريقة ديت إن هو المعتمدة على التنبؤ بالنسبة لعدد السكان المستقبلية، وتشوف نسبة مستوى المعيشة بتاعت هؤلاء السكان. معتمدة كمان على هل وانت بتعمل كوليكشن، تجميع للداتا الخاصة بالصناعة وبالنسبة للأحمال التجارية، هل انت خدت القيم دي بمنتهى الدقة أم لا. دي طبعا العيوب بتاعة الـ End Use Method، واحنا قلنا الطريقة دي هنشرحها بالتفصيل وناخد عليها مثال لو كان الترم يسمح بهذا. ده مثال على الـ Trend Method، وده مثال مهم نهتم بيه يا ريت، ونعمله يا ريت بإيدك كده لوحدك. لو أنا جبت مثلا في الامتحان جدول يبدأ من 1988، الحمل بتاع كان سنة 1988 كان 7.6 ميجا وات، سنة 1989 كان 9.5، كان الحمل 1990 9.3، وهكذا كمثال لغاية 1999. ده بريفيوس، نقدر نقول على بريفيوس داتا، لغاية لما وصل لغاية 1999 كان الحمل عبارة عن 14.7. هو بيقول لك هات لي المعادلة اللي بتمثل الداتا دي، البريفيوس، يا ريت نخليها بدل ما هو كيرف نخليه ستريت لاين، يا ريت بيسموه الستريت لاين تريند كيرف، ويا ريت تشوف لي الايرور ما بين اللاين اللي انت هتحسب من خلاله الفيوتشر لود والبريفيوس داتا دي، هتشوفها دلوقتي. ويا ريت تجيب لي كالكوليت ذا ستاندرد ديفيشن، او بيسموها الفيريانس اوف ذا استيميت.
ويا ريت كمان بيقول لك بريدكتد الاحمال، طبعا ديت الاحمال ما عندوش غير 1999، فبيقول يا ريت تحسب لي الاحمال عند 2005 و2010 و2017. ده مثال قديم يعني، انما ممكن نحدث هذه البيانات ونخلي البريفيوس والفيوتشر بريدكتد سنوات بعد 2020، ونشوف هل نقدر نحسبه ولا لا. ناخد ده كمثال ونشوف هيتحل ازاي ونقدر نغير الداتا في اي وقت. بنشوف المثال ده بيقول والله انا اقدر احسب من خلاله البيك لود ابروتش بتمثيله بلاين بمعادلة خط مستقيم، ان الواي بتساوي الاي في البي في الاكس. طب الاي بتساوي ايه؟ هبقى مديهالك المعادلة دي لو جت في الامتحان، هقول لك ان البي هي عبارة معتمدة على هذه المعادلة، او اكتبها لك انا عشان ما تحفظش حاجة زي كده. اما الاي فهو معتمد على واي داش واكس داش، والواي داش هي عبارة عن سمشن للاكس، والواي دي سمشن للواي. هنعرف يعني ايه الاكس والواي وايه السمشن وايه السمشن للترم ده والسمشن للترم ده، ونشوف هتتحسب ازاي. لو بصينا كتبنا الداتا بشكل فيرتيكال عمودي، الاكس اي اللي هي السنوات المعينه، فهبدا من الزيرو اللي هي 1990 مثلا، او اول سنه من السنوات كان الحمل بتاعها 7.6. يا ريت تكتب البيانات ديت كداتا وتمسك الجداول دي وتشوفها وتحسبها بايدك عشان لو جت في امتحان تقدر تحلها بسهوله. فانا هضرب الاكس اللي هي عدد سنوات في الحمل اللي هي الاكس في الواي، طبعا 0 في 7.6 يبقى بزيرو. لو ربعت اللي هي الاكس ديت هتبقى طبعا 0 تربيعها بزيرو. لو مثال تاني هقعد عند السنة اللي بعديها، هقول على السنة الأولانية بعد البيز اللي هي السنة اللي كانت الحمل بتاعها 9.5، حاسب ضرب دي في ديت، واحد اكس في الواي هطلع لك دي التربيع ديت اللي هي دي اللي هي واحد تربيع. هقعد استمر لغاية هما طبعا هما 12 سنة، وهي بدأت من الزيرو يبقى الآخر حاجة اللي هي 11. هنبدأ نقول 11 آخر سنة كانت 14.7، اضرب 14.7 في ال 11 يطلع لك المقدار ده، ربع ال 11 هطلع لك المقدار ده. كل ده عشان ايه؟ اقول ان السمشن للاكس اللي هي في الاخر خالص اللي هي جمع اللي هي 0 بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 لغاية الاخر، يبقى عدد السنوات هي عبارة عن 12 بادئ من الصفر لغاية ال 11، اجمعهم دول هيطلع لك 66. اجمع الوايات الواي اللي هم 12 قيمة هيطلع لك 142. هتجمع لي الاكس مضروبة في الواي اللي هي الاكس السمشن للاكس في الواي، هتطلع لك القيمة اللي هي القيمة ديت، الاكس تربيع اللي هي عبارة عن القيم دي. دي انا عملت ليه الكلام ده كله اللي هي 506؟ عملت الكلام ده عشان يفتني في في حسابة المعادلة اللي هي البي، البي اللي هي الاكس في الواي. انت طبعا جبت الاكس في الواي اللي هي 868.5 ناقص السمشن للاكس اللي هي 66 مضروبة في السمشن في الواي، السمشن في الواي اللي هي 142. هتشيل كل قيمة من دول وتحطها على القيمة بتاعتها، الان بتاعتك هي عبارة عن 12، عدد السنوات اللي هي البريفيوس ييرز 12، تتقسم على السمشن للاكس اي سكوير ناقص السمشن الاكس اي سكوير على الان اللي هي 12، هتعور في الاعداد يطلع لك المعادلة. طيب دي البي. اما الاي فهي عبارة عن الواي داش ماينس بي اكس داش، حيث الاب ام ادالك في رأس المسألة على اساس ما تحفظ القيم دي، يبقى واحد على الان بس سمشن للاكس هبقى مديهالك، ودي هتتسمشن للواي، وانت عندك سمشن للاكس هنا وسمشن للواي، عوض هطلع لك المعادلة اللي هي ديت. عوض في المعادلة اللي هي الاي تقدر تطلع منها الاي، منها اقول ان الواي هتبقى بيساوي الواي الواي اللي هي معتمد بتساوي قيمة الاي اللي هي ديت
زائد فاكتور اللي هو البي اللي هي 612 مضروبة في الاكس، وبالتالي حصلت على المعادلة في الخط المستقيم اللي ممكن تمثل بيها البريفيوس داتا اللي انا مديها لك في رأس المسألة. من السلايد اللي فاتت قدرنا نحسب قيم شكل الخط المستقيم. لو انا استكملت الحسابات عشان احسب ده المطلوب الاولاني ان احسب خط معادلة الخط المستقيم، المطلوب الثاني هات لي نسبة الايرور ما بين ان انا احسب على اساس الخط المستقيم وبين الداتا اللي انا مديها لك في راس المسألة او بنقول عليها البريفيوس داتا. فبرضك عندك الاكسات الاكس اي بدأ من 0 لغاية 11 هم 12 سامبلز، وعندك الواي اللي هي قيمة الأحمال موجودة لغاية السنوات المتعددة. أنا عايز أحسب طبعا دي معادلة الخط المستقيم ودي الواي اللي هي أنا مديها لك في رأس المسألة. هتجيب لي الفرق ما بين الواي اللي مديها لك في رأس المسألة اللي هي 7.6 ناقص القيمة دي مع تعويض إن الإكس بتساوي أول مرة بزيرو وبعدين الإكس هنا بتساوي 1 عشان تجيب الفرق، وبعدين الاكس بتساوي 2 وعندك الواي بتختلف 10. مثلا مثال تاني الواي في الحالة ديت بتساوي 10.3، شيل الاكس وتحط مطرحها 3 هتطلع لك وتطرح القيمة دي من القيمة دي تقدر تطلع منها القيمة اللي هي محسوبة قدامك. القيمة ديت بيسموها الاي. لو انا قلت والله انا عايز اجيب مجموع اللي هي الاي اللي هي الايرورز اللي هي ديت والايرورز ديت اللي هتجمعها من الزيرو لل 11 ونقسمها على ال 12 هتطلع لك القيمه اللي هي المقدار اللي قدامك ده. لو بصينا نقول ان الاي اي اللي احنا طلعناها دي من المعادله اللي هي 86 على سبيل المثال ناقص الاي داش اللي هي الافرج ايرورز ديت، لو طرحت مثلا على سبيل المثال اللي هو 103.10 ناقص القيمة ديت كما كنت انا بجمعها عشان دي نقدر نقول ان ديت معمولة بالناقص وانت والاشارة اللي هي هتطلع لك ديت بالناقص، يبقى كما كنت بتجمع 103.10 يعني بالناقص ناقص كمان 86% يعني انا بجمع القيمتين دول عشان الاشارتين الاثنين بالسالب نقدر نطلع القيمه اللي هي 0.8703. لو انا ربعتها هتطلع لك القيمه دي. بربعها ليه؟ عشان الغي السالب ده والغي السالب ده والغي السالب ده بربعها وبقدر، وبالتالي نقدر نقول بيسموها الفيريانس اوف ذا استيميشن اللي هي سيجما سكوير بتساوي السمشن اللي احنا قلنا عليه دول اجمع دول كلهم واقسمهم على ال 12 يطلع لك المتوسط الايرور متوسط الخطا اللي هو نتيجه حسابها باستخدام الترانسميشن لاين او اللاين والاكشوال داتا اللي هتطلع لك القيمه دي. دي مطلوب رقم 3 في الحسابات. طبعا الايرور الافرج اهوت والفاريانس بتاعتك اتحسبت بالفعل. اخر خطوه في المساله يا ريت بيقول لك هات لي بقى الستاندرد ديفيشن، بجيب الجزء التربيعي لقيمه السيجما اللي طلعت هتطلع لك عباره عن 0.5178. بالاضافه اخر مطلوب بيقول لك يا ريت تتوقع لي لسنوات مستقبليه. اخر سنه كانت عندنا 1988 او يعني العدد السنوات اللي كانت موجوده في البدايه 1988، يا ريت تتوقع لي 2005. فاطرح 2005 ناقص 1988 هتطلع لك 17 سنه. يعني نقدر نقول شيل اللي هي الاكس في المعادلة اللي هي كان بيقول واي بتساوي اللي هي بتساوي الاي زائد البي في الواي في الاكس، عوض عنها كقيمة الاكس ب 17 هتطلع لك الواي بالقيمة دي. اما اذا كان بتنبأ بالاحمال لسنوات لسنة 2010 مثلا
كان أول سنة عندي 1988 اطرح القيمة دي من القيمة دي هتطلع لك 22 سنة اللي هي قيمة الإكس في المعادلة، شيل ده تعويض مباشر أقدر أطلع منها قيمة الواي اللي هو الحمل، كل ده بالبير يونت نقدر نقول. أما إذا فالأحمال ديت ملحوظة إن أنا اديتها لك بالبير يونت، ممكن اديها لك بالميجا وات بحسب ما هنبقى المسألة هتبقى في الامتحان شكلها ايه اذا كانت المسألة دي ممكن تيجي. إيه لا سنة 2017 طرحنا دي القيمة الأول سنة أنا مديها لك في الجدول ناقص السنة اللي أنا بقول لك تنبأ عندها يبقى 29 سنة، شيل الإكس في المعادلة هيطلع لك قيمة الواي، وبالتالي يا ريت مسألة زي ديت تحلها بإيدك شوفها اطمئن ان القيم مظبوطة زي اللي موجودة قدامك في الجدول. نتمنى لك النجاح والتفوق بإذن الله.